هذا وقد أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 34,789 شهيدا، فضلا عن 78,204 من المصابين منذ 7 أكتوبر الماضي. وفي بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب جيش الاحتلال 6 مجازر بحق المدنيين في القطاع، أسفرت عن وصول 54 شهيدا و96 مصابا إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية. Thank you.